كابتن احمد تحياتي ليك. ازيك يا روح؟ ازيك يا ابو كباتن، اخبارك ايه؟ الشياكه دي النهارده شغل جامد قوي. انا خليك يا كابتن، والله بتعلم منك. الصرف جامد، الصرف باين عليك. ماشي يا ابو سلة. حبيبي يا احمد، اخد رايك الاول في ماتش امبارح، وليه من وجهه نظرك يعني اتاخر الفوز وتاخر الصعود بالنسبه لهذه المباراه يا كابتن؟ بص يا فاروق، اكيد طبعا نادي الالومنيو نازل بيلعب زون نص ملعب ومقفل بشكل كبير جدا، هو مش عايز يهاجم، عايز يوصل باكبر مرحله يعني في الوقت اللي يقدر يجري النادي الاهلي لحد ما يوصل له الغرض الاساسي ضربات الجزاء، فطبيعي. وخلي بالك كمان انت تضيف على كده كمان كان في روتيشن كان عامله امبارح كولر بشكل كبير في اماكن معينه من اللعيبه، فطبيعي لازم النتائج بتتاخر شويه بالذات ماتشات الكؤوس، كل الناس لها طموح، كل الفرق الدرجه الثانيه والثالثه يعني طبعا ماتش الموسم ليهم، فطبيعي احنا بنحييهم بصراحه يعني. هو النادي الاهلي اشتغل بشكل كويس في حدود امكانياته، بيلعب نادي الاهلي نادي القرن، فطبيعي الفروق تبقى كبيره جدا، وطبيعي اللي هو في تحفظ كبير. خلي بالك فاروق كان في امبارح تدخلات قويه جدا يعني، فيها تدخلات فيها صعوبه وفيها اصابات كبيره كمان، فانا شايف الماتش امبارح في كلتا الحالات، في كلتا الحالات فالماتش في كلتا الحالات النادي الاهلي اشتغل بشكل كويس في فتره من الفترات وقدر يكسب بخبراته وباللعيبه اللي موجوده معاه. بس يا كابتن خليني بس اسالك سؤال، ما هو هذه النتيجه كانت لغايه اخر دقيقه خطر جدا على النادي الاهلي، تتفق معايا؟ خلي بالك فاروق، ما هو وارد يا فاروق، خلي بالك، ما انت خلي بالك النادي الزمالك كسب ازاي؟ النادي الزمالك كان كسبان فرق 3-2 وبعد كده الموضوع اختلف، هي ماتشات الكاس كده خلي بالك وفيها مفاجات. ما انت خلي بالك لو جينا نرجع بالذكريات، طب ما نادي الزمالك طلع من بني عبيد. بس خد بالك يا كابتن، كل احترام طبعا للفرق كلها انها بتحاول وبتحاول، سواء بقى الالومنيوم بروكسي بالامس، لكن انت كفريق كبير وامكانياتك هي الاقوى، انت مفروض يبقى عندك السبق دايما، وانك بتخلص وتريح نفسك عشان لو انت مثلا عايز تحافظ على لعيب، انت عندك ماتش بعد ايام امام بيراميدز، فهي دي الفكره. الروتيشن اللي حضرتك اتكلمت عليه هو روتيشن طبيعي واسماء موجوده، يعني لو اتكلمنا كهربا مثلا، بتتكلم من فاروق خلي بالك في لعيبه امبارح ما كانتش موجوده بشكل كبير، ما كانتش بتلعب اساسي بشكل كبير. زي مين يا كابتن؟ اكلمك على ياسر ابراهيم ما كانش موجود بشكل كبير، بتتكلم على رضا سليم ما كانش بيشتغل مش هو ياسر ابراهيم يا كابتن، انت ما حدش هاجمك اصلا من الالومنيوم عامه، انا بقول لك عامه رضا سليم يعني حتى رضا سليم، لا رضا سليم بيلعب يا كابتن، بينزل على فترات يا فاروق. ولو حتى رضا سليم ما بيلعبش كابتن، بس هو رضا سليم لاعب النادي الاهلي اللي هو انا معاك بس انت بتتكلم حساسيه بعيد عن الملعب ولياقه المباريات مختلف عن اي حاجه. كريم نزل كان بقاله فتره ما كانش موجود، كان في اصابه ما كانش موجود، فبتتكلم اللي في كتير. كهربا نفس الكلام، لو جينا نتكلم على كهربا كان بقاله فتره برضك مش موجود في النادي الاهلي، فانت بتتكلم العوامل دي كلها فاروق، اللعيبه دي كلها خلي بالك لما انت تكون بتلعب مع ناس بتلعب، الناس بتقدر تشيلك حتى لو انت مستواك 50 60%. بس انت بتتكلم على اللعيبه دلوقتي، اللي جنبي ما كانش بيبدا واللي جنبي ما كانش بيبدا ونص الملعب لسه ما كانش موجود. خلي بالك لما التغييرات بتاع كولر العمل دلوقتي اتاخر، لما ابتدى التغييرات ينزل هاني وينزل وينزل وحسين الشحات، مجدي قفشه واسامه ابو علي وطاهر، هم اللي هو طاهر طبعا ما ابتدى ينزل التغييرات بتاعته الفرق باين فيه، يعني بص حسيت الملعب دي بتبقى صعبه جدا. يعني التغييرات كان ليها الاثر الايجابي من وجهه نظر الكابتن؟ طبعا خلي بالك، بس بغض النظر عن الاسماء اصلا اللي خرجت، لو اتكلمنا عليه ديانج او مروان عطيه ورضا سليم وعمر كمال، يعني ما هم في ناس يعني بتشتغل بالهم، في ناس لعيبه كويسه، في ناس بتشتغل بشكل كبير، بس في ناس بعيده عن الملعب. لو اتكلم على الو ديانج عمر كمال ماشي، اقول لك بقاله فتره، لكن الباقي كابتن بيشارك على يعني بيشارك على فترات يعني الو ديانج لما ياخد ربع ساعه ولا 20 دقيقه ما بيشاركش. ثاني حاجه انت بتضيف الاساس بقى اللي كولر بيتكلم عليه او وجهه نظره، اللي هو بيقدر ياخد يعني اعاده شفاء او بيعمل روتيشن عشان الماتش الكبير اللي انت بتلعب على ماتش الدوري اللي جاي. ده مهم جدا الماتش اللي جاي. ما خلي بالك دي طبعا دي صعبه جدا، انت بتلعب على الماتش مش عايز، انا في مدرستين يا فاروق، ممكن ابتدي بالفول تيم بتاعي واخلص الماتش بس هيحصل لي اصابات كبيره في ماتشات الكاس دي. طب انا عايز اسالك سؤال يا كابتن، يعني خاص فني بقى، انت راجل مدرب، هل دايما المتوقع ان دايما قدام الاهلي يتعمل بلوك صح؟ طبعا. طيب الحلول بالنسبه للبلوك ده، انا ككولر مش ببقى عارف ان ده هيحصل كده، وبالتالي انا يعني حاطط بعض الامور وبعض الجمل وبعض الاختراقات والشكل التحركي بالنسبه لبعض اللاعبين عشان اخلخل هذه البلوكات اللي تبقى موجوده. خلي بالك يا فاروق، اللي انت بتقوله ده مظبوط 100%. بس انا بكلمك لحاجه، معلش مع احترام الالومنيو، الالومنيو ما حدش اللعيبه اللي معروفه ممكن ما حدش معروف فيه او ما حدش موجود فيه، فانا مش عارف الخصم بتاعي يلعب ازاي، ممكن الخصم بتاعي يهاجمني، ممكن دي مدرسه، ممكن المدير الفني هيجيب له ثلاث حرب. انا الاهلي، انا اللي ماليش دعوه بالفريق. انا معاك، انت بتتكلم ان انت بتتكلم الفريق هيلعب كده، هيلعب بزون صح؟ انا بقول لك ممكن راجل يلعب راس حرب فجوه، ما انا لو انا هلعب عارف الفرقه دي هتلعب 1000% هتقفل نص الملعب، ممكن العب سيرد باك وازود واحد في نص الملعب. انت فاهم ازاي؟ يعني العب سيرد باك واحد
والباك العكسي بيقف معاه والعب اثنين على واحد وخلاص لو حد بيهاجمني. وهو عملها في الشوط الاخير في اخر 10 دقائق او ربع ساعه. بس احنا بنتكلم بالنسبه للالومنيو لكولر بلغه الكوره مجهول، ما يعرفلوش طريقه لعب ازاي، هيشتغل ازاي، هي طريقته هتبقى ماشيه ازاي. فعشان كده الراجل بينزل بالفرقه بتاعته الموجوده مفهوم. مع قالك الاحتياط بتاعتي لما لقى الموضوع دخل في وقت وفي يعني في فرح فرص كثيره جدا لعب النادي الاهلي، قالك مع الوقت لا الموضوع هيطول هيخش اكسترا تايم، هيبقى انا عملت روتيشن ده هيبقى في الارض، لا لازم دلوقتي ابتدي اخلص الماتش من دلوقتي. فعشان كده التغييرات اللي خلت مستر الكره خلي بالك اللي هو ينزل لعيبه او يبتدي بلعيبه ثانيه اللي هي كانت موجوده اللي عملت له الفارق. انت بتتكلم حتى على هاني جاب الهدف امبارح، هاني كان بقاله فتره مؤثر مع النادي الاهلي. فانا بقول لك اللعيبه اللي نزلت امبارح نوعا ما ادت. انت بتتكلم على كريم ندفت جاي من بعيد جدا يا فاروق، بتتكلم على عمر صلاح كان بقاله كتير، وعمر كمان كان بقالهم كتير. ما انا عشان كده بقول لك حساسيه المباراه مش موجوده بقى. انت اللعيبه بتلعب بس في بس فتره، بس خد بالك يا غدا انا بكلمك وانا وانت لعبنا في الاهلي وعارفين لما احنا في ماتشات زي كده مهما كنا بعيد فدي برضو بتبقى فرص وبتنزل انت دايس، هي ده اللي انا بتكلم فيه. انا يعني معاك ايا كان طبعا القدرات اللي قدامك، فانت برضو بقول الاقوى في الكره المصريه يعني طبيعي، والفروقات الفروقات المفروض باينه. انا بس هي دي وجهه النظر اللي انا بتناقش معاك فيها فنيا. خلي بالك يا فاروق، خلي بالك ماتشات الكاس دي يعني بص بيحصل فيها مفاجآت، اللعيب اصلا بيبقى عنده دوافع. انت كنت بس اتكلمت على الزمالك، بس الزمالك لما نزل جاب ثلاث اجوال، هو بقى فكره بس انت خلي بالك الاسترخاء ما بعد الثلاث اهداف دي مشكلتهم بس كده، برافو عليك. فدي ترجع مفاجآت الكاس اللي انا ممكن خلي بالك اروح كسبان واحد ولا اثنين الاقي نفسي اتلبيت ثلاثه. فعشان كده ضيف على كده الدوافع بتاعت اللعيبه الموجوده اللي بيلعب من النادي الاهلي او نادي الزمالك، بيلعب من النادي الاهلي نادي كبير نفسه يعمل نتيجه ايجابيه. فعشان كده بدل ما كان بيجري في الماتش العادي بيجري 6 7 كيلو هيجري 20 كيلو. ماتش امبارح ده اكيد هيبقى مختلف، يعني مباراه بيراميدز هتبقى مختلفه اكيد يا كابتن. تماما فاروق، ده ماتش حاجه دي بص ده كله خلاص خد اللي هو عايزه منه اللي هو ايه الماتش 90 دقيقه بدليل التصريح بتاعه لا انا بكسب، بس اهم حاجه ان انا اكسب. بس هو عايز ياخد ال 90 دقيقه فاروق، ما يوصلش الاكسترا تايم، الاكسترا تايم هينزل الناس اللي بره فهتبقى مشكله، ممكن هيجروا اكتر هيحصل اكتر، ممكن يحصل نتيجه عكسيه، هيبقى الروتيشن اللي عمله ده كله يبقى راح في الارض يعني. طيب رقم واحد يعني كنت بقول اخبار خاصه طبعا بالبريمو النهارده كابتن، وعرض جاي لمحمد عبد المنعم بمبلغ 5 مليون دولار. يعني هل انت من الناس اللي ممكن تقول يعني ماشي يمشي، احنا عندنا البدائل خصوصا احنا لسه جايبين لعيب من نادي الضحيل، لعيب صغير في السن والمبلغ كبير نقدر نستفاد بيه من خلال شراء لاعبين اخرين، وفي وجود ياسر ابراهيم، وجود متولي، وجود رامي ربيعه، برضو رايك يا كابتن في النقطه دي؟ والله يا فاروق انا شايف مبلغ كبير جدا اكيد طبعا على مدافع بشكل كويس، تاني حاجه النادي الاهلي هيستفاد، فطبيعي ان انا اقدر ابيعه استفاد منه. خلي بالك المبلغ كبير، المبالغ الكبيره دي يا فاروق في المدافعين ما بتدفعش كتير. صحيح. فانا دلوقتي اقدر استفاد منه بشكل كويس. تاني حاجه انا عندي البديل موجود، محمد عبد المنعم لعيب كبير، بس انت عندك برضك لعيبه موجوده مميزه. بتتكلم على ياسر ابراهيم لعيب كان قوي جدا وكان مؤثر مع منتخب مصر الفتره اللي فاتت. بتتكلم على بنتكلم تاني على خلي بالك محمود متولي مورق في الحته دي، لو استمر مع النادي الاهلي لو تلعب دي منها محمود هيكمل. فانا بكلمك بتكلم على خالد عبد الفتاح حتى ساعات بيروح لها في الحته دي. فانت عندك لعيبه فاروق بتلعب في الحته دي مش هتعمل لك مشاكل. تاني حاجه الراجل الجديد الموجود اللي هو يوسف، ولا يوسف يوسف ايوه، فلعيب برضك هيبقى موجود، هو مش جاي يقعد، كان بيلعب في نادي دوري قطري دوري مميز. فاكيد برضك انا متهيألي النادي الاهلي بدل ممكن يشتري لعيب في الحته ديت يبقى هو بيفكر ان محمد عبد المنعم يبتدي يتحرك يعني. طيب عشان هو مش عايز يعني مش عايز يا فاروق لو مش عايز يشتري حد او مش عايز يفكر في عبد المنعم مش هيجيب الراجل ده اصلا. صحيح. طيب يعني برضو بالنسبه لديانج ورحيله برضو هل هيؤثر على وسط الملعب بالنسبه للنادي الاهلي يا كابتن؟ مش بص يا فاروق مش قوي يعني، ديانج لعيب مميز ولعيب قوي جدا في نص الملعب، بس خلي بالك فترات غيابه الفتره اللي فاتت ديت خلت كبيرة. الموضوع بقى عند النادي الاهلي او لعيبه او جماهير النادي الاهلي شايفه الموضوع بقى عادي. انت فاهم ازاي؟ انت خلي بالك الفتره اللي فاتت هو كان اصابه كانت اخر فتره كانت طويله شويه، فمروان بتغلقه في نص الملعب بامكانياته خلى الموضوع بقى قليل شويه، ما بقاش في خطوره. انت بتتكلم على مروان في الحته دي، بتتكلم على كوكا كمان، خلي بالك كوكا في الحته دي مميز جدا، بتتكلم على عمرو السوليه برضك ابتدى يخش النادي الاهلي اللي انا عارفه النادي الاهلي هيجدد له سنه ولا بالظبط. فانا شايف الحته دي ما عندناش مشكله تاني فيها، ديانج لعيب مؤثر، بس الفتره ديت انا شايف الاصابات الكتير دي مش في صالحه او في النادي الاهلي، بدل ما جايب محترف وبدفع له مبلغ كويس وشايفه اللي هو على الارتباطات اللي هي المباريات المهمه مش موجود او في اصابات بشكل كبير لازم استفاد منه يا فاروق، ما وصلش لحد نهايه عقدي. صحيح. طيب عايز اسالك سؤال خاص بمباراه بيراميدز الحقيقه كابتن،
والموقف الخاص لمجلس اداره النادي الاهلي بدفع يعني الفرق ما بين ثمن التذكره اللي يمكن حددها نادي بيراميدز والتذكره اللي هم اشتروها اصلا، لان طبعا ثمن التذكره ممكن اداره الاهلي او الجماهير شافتها انها غاليه شويه. هو فاروق ما لهاش مبرر صراحه، انا مش فاهم يعني فاهم الموضوع ازاي. لا هو بص من حق نادي بيراميدز ان هو يعني أنا يحدد سعر، لكن الموقف الاجمل هو مجلس اداره النادي الاهلي واحساسه بجمهور اول الحقيقة. اول حاجه اللي جينا نتكلم نشكر مجلس اداره النادي الاهلي، وده دوش غريب على النادي الاهلي او الناس الموجوده في النادي الاهلي. ده سواء تفكير سريع وتفكير جميل، ده النادي الاهلي وده حق جماهير النادي الاهلي على النادي عشان تبقى تتكلم يا فاروق، ده الطبيعي. بس اللي مش طبيعي انا بكلمك، حتى لو انا ليا حق بحد التذاكر وده حقك طبيعي اللي انت بتتكلم عليه، بس انت المباريات اللي فاتت كلها زودت نفس التسعيره او زودت نفس السعر على الماتشات الثانيه كلها، هتلاقي الاجابه لا. صح ولا غلط؟ خلي بالك يا كابتن، ما هو يعني الماتشات مش بس في الملعب، يعني المنافسه مش في الملعب بس. انا معاك بس انا بكلمك هو يعني برضه بيراميدز عارف ان جمهور الاهلي وتاثيره الكبير على المباراه والفريق، فهو عايز يقلل العدد يعني. تفهم هي دي النقطه بقى، خلي بالك هي دي النقطه. بس انت بتتكلم على حاجه هم مش واخدين بالها يا جماعه، جماهير النادي الاهلي ما حدش بيقدر يعمل عليها كنترول، انتوا فاهمين يعني. جماهير النادي الاهلي في كل حته، لو رحت في الصين هتلاقيها. يعني انا بتكلم ان هو فاكر هيمنع جماهير النادي الاهلي، ده انا جماهير النادي الاهلي تخش يا فاروق في اي حته، ده بتسافر عبر الزمن. فاحنا بنتكلم التفكير لو جينا نتكلم، احنا في عالم الاحتراف تفكير محدود، مع احترام اللي واخد القرار تفكير محدود. ده بالعكس، ده انت كده خلي بالك بتخلي دافع وقوه عند الجماهير اللي هي ما كانتش هتحضر هتحضر، اللي احنا هندفع برضك مش هنتاثر. واللي يعرف جماهير النادي الاهلي ما بتاثرش بالكلام ده، بالعكس ده جماهير النادي الاهلي بيزيدها قوه واصرار وتحدي اللي هي تبقى موجوده جنب جماهيرها حتى لو يدفعوا ملايين. بس على الجانب الاخر هم كابتن يقول لك انا استفاد ماديا، يعني استفاد ماديا. وانا شايف ان انت تستفاد ماديا، انت من حقك تستفاد ماديا، بس مش من حقك اللي انت تثير غضب اللي قدامك. انت فاهم الموضوع ازاي؟ يعني انت حتى لو جيت تعملها كده، ما انا ما كل نادي هيبتدي يا فاروق لو اتثبت مفيش كنترول عليها، وانت بتقول كل نادي بيعمل حق يعني السعر بتاعه، هيبقى الموضوع مختلف، هيبقى الموضوع اسعار خرافيه مش هتبقى لها جماهير اصلا. يعني هتلاقي جماهير الاسماعيلي هيروح، انا بحترم جماهير الاسماعيلي هتروح، جماهير الاتحاد السكندري هتروح، الانديه دي كلها خلي بالك. ما احنا لازم برضك يكون عندنا عقل وتفكير. فاحنا بنتكلم من ضمن الاساسيات كره القدم يا جماعه، في عداله، في اسعار موحده، ولازم تبقى محطوطه في لائحه موجوده من الاتحاد المصري او رابطه المحترفين، اللي انت تبقى محدد السعر ماكسيمم كذا والسعر الاقل كذا فاروق، لازم يكون في كده، ما تبقاش عايمه. عشان لو سبتها عايمه ممكن اقول لك انا عايز انا حق النادي 300,000 جنيه في التذكره، ما حدش عندي كنترول بقى. فعشان كده بقول لك احنا عايزين، هي المشكله الكبرى ان هناك بعض الانديه عندها شعبيه كبيره وانديه عندها جمهور، وبعض الانديه الاخرى ما عندهاش جمهور، فهي هتلاقي ان بيراميدز برضو ما عندوش جمهور، فمش عايز الفريق اللي قدامه والمنافس ليه يبقى برضو الجماهير بتاعته كبيره. هي دي بقى المشكله الكبيره اللي حتى الان في الدوري المصري ما عندهاش مشكله. بس انت فاروق لازم تعرف حاجه مهمه، طب ما في انديه كبيره وعريقه بتتكلم عن زي ما قلت لك الاسماعيلي، ما برضك ما عنده جماهير، بس ما عندوش موارد تخلوا جماهير هيروح له ازاي لو هو حسب له ماتش ب 1000 جنيه ولا 500 جنيه. ضيف على كده الاتحاد السكندري عنده جماهير كبيره، بس برضك ماشي النهارده انت بتتكلم ماتش كيس مختلف يا كابتن، وقصه مختلفه تماما، وهو ماتش حاسم في بطوله الدوري. فطبعا هو انا قلت لك الماتش، انا بقول لك بالعكس، انا المنافسه مش فقط في الماتش ده، جوه الملعب. انا بقول لك بقى كده، انا بقول لك كده يعني سبحان الله، يعني بقول لك يعني بالعربي كده وبلغه الكوره، يعني بيراميدز كده فتحت، يعني هشوف ماتش الاهلي ده هيبقى قوي جدا، فتح النار كده زي ما بنتكلم عن فتح النار على نفسي. يعني هتلاقي الجماهير هتلاقي ماليه الاستاد اضعاف الاضعاف، هتلاقي من اول دقيقه الناس مش ساكته. انا الحقيقه كان سؤالي اللي هو الموقف الخاص بمجلس الاداره، والحقيقه الموقف يعتبر نبيل جدا لجمهور النادي الاهلي. طبيعي ده فاروق، ده حق النادي الاهلي، دي جماهير النادي الاهلي. الحاجه الوحيده يا جماعه كره القدم اللي هي ما بتستفادش من كره القدم الجماهير اي حد مدير فني بيستفاد ماديا، لعيب بيستفاد ماديا، اي حد مجلس اداره بيستفاد اعلاميا او بيستفاد بوزيشن. انا بكلمك الوحيد اللي في المنظومه بيشجع من قلبه بيدفع فلوس وبيسافر في المحافظات وبيموت نفسه عشان الكوره او عشان حبه للكيان، الجماهير. صحيح، وانا بقول لك جماهير النادي الاهلي طول عمرها كده، طول عمرها بتضحي بتبقى موجوده. صحيح كابتن مسلم، انا بشكر حضرتك، اشكرك كابتن، بتنورنا دايما كابتن احمد مسلم نجم النادي الاهلي.